أيمن جه بمنتهى السرعة ومعاه دكتور. والكارثة لما الدكتور قال المدام حامل ومش بتهتم بصحتها ولا أكلها. في الوقت ده كنت بتمنى الموت بدل اللي أنا شايفاه. أيمن دموعه بتنزل بصمت، حقه عارف إن خطيبته حامل وبابا وقع من طول وأمي وأختي سندوه والدكتور مشي. وابتدت أمي تصرخ وتضربني، تضربني بكل قوة عندها. لأول مرة أيمن ما يدافعش عني، كان واقف ما بيتحركش، مش عارف مصدوم ولا كارهني ولا ايه بالظبط. بس بابا قال له بكسرة، انت اللي عملت كده يا أيمن. رد عليه بدموعه كأنه متخدر مش عارف بيقول ايه، وقال لي بابا يا ريت كنت انا عمري ما لمستها يا عمي. انا منى اتولدت في اسره فقيره جدا، كنا 5 بنات، بابا كان راجل كبير في السن ومعاشه ما كانش بيكفينا، فاضطريت ان انزل اشتغل انا واخواتي، وكمان عشان اكمل جهازي، اصلي مخطوبه من 5 سنين لايمن ابن عمي. أيمن طول عمره بيحبني وأنا وعيت على الدنيا معرفش غيره. من وأنا صغيرة طلبني من بابا ووافقنا واتخطبنا، وفضلت أنا وأيمن مع بعض. كان بيشتغل ليل مع نهار عشان يجيب الشقة ونتجوز، ومن كتر حبه فيا كان بيشيل معايا فلوسه، ولما كنت أقوله يا أيمن حطهم في البنك كان يرد يقولي انت عندي امن من البنك، الفلوس اللي بجمعها دي عشان اعمل البيت معاكي وانت هتكوني صاحبة البيت. كنت فرحانة بحب ايمن وثقته فيا، كان بيستناني كل يوم الصبح عشان يوصلني لشغلي، ومهما كنت اتأخر في لبسي وبكياجي مستحيل كان يتعصب عليا، بالعكس كان يقولي يا ست البنات انت مش محتاجة حاجة. كنت بقول له انت اللي عليك حلوة. حياتنا كانت بسيطة جدا لحد ما بدأت اشوف واحد بعربية فخمة كان بيجي المطعم باستمرار، وكانت نظراته كلها اعجاب. معقول ده بيبصلي انا؟ فرحت جدا وابتديت افكر، معقول انا ممكن اركب عربية زي دي في يوم من الايام؟ طبعا لا مستحيل، ما تحلميش، وقعد بصي لفوق. أيمن كان بيحرم نفسه من كل حاجة عشان يأسس بيتنا، وكان دايما يقولي منى ما تشيليش هم، اللي عمي مش هيقدر عليه أنا هعمله، أنا راجلكم يا منى. كنت بفرح جدا بكلام أيمن، بس كنت دايما حاسة أن هفضل عمري كله في الفقر. ما كنتش بقدر ابص الفستان حلو في محل ابص له ليه، ما انا مستحيل هقدر على تمنه، وحتى بعد الجواز هجيبه ازاي، ده مرتب ايمن يا دوب يعيشنا. ايمن كان بيقنعني ان اول حياتنا بس اللي هتكون صعبه، وان عنده طموحات وافكار كتير، يعني مع الوقت اكيد ربنا هيكرمنا. كنت ببتسم بكلامه واحلامه، بس من جوايا كنت حاسة بعدم رضا. نفسي ألبس فساتين شيك زي البنات اللي بشوفها مع الشباب اللي بيجوا عندنا المطعم، صورهم ما كانتش بتفارق خيالي. أنا بشتغل كاشير في مطعم في مول، ودايما كنت حاسة إني أقل من الكل، ولما كنت أقول كده لأيمن كان دايما يقولي منى إحنا حاجة والناس دي حاجة، وأكيد ربنا بيدي الكل حقه، أكيد عندهم حاجة ناقصة وحاجة عندنا كاملة. قطعت كلامه وقلت له بعصبية، إحنا يا أيمن إحنا ناقصنا كل حاجة، لا أكل نظيف ولا لبس نظيف ولا أي حاجة، إحنا بنتبهدل بالساعات في المواصلات. رد عليا بثقة ورضا مش طبيعي، الرضا اللي كنت دايما بحسده عليه. ولقيته بيقولي
مهما حصل لازم تقولي الحمد لله. قال لي يا منى طالما بنبلع ريقنا بسهولة يبقى نقول الحمد لله، طالما بنتنفس بسهولة يبقى الحمد لله على نعمة الصحة والستر وراحة البال. كلام أيمن صح، بس أنا زهقت من الفقر، وكل ما افتكر إني لما اتجوز أيمن هخلد في الفقر طول عمري أتضايق أكتر. وفي يوم شفت إعلان على السوشيال ميديا ناس بتطلب بنات بمرتبات عالية، دخلت كلمتهم خاص. كلمتني بنت وابتدت تشرح لي الشغل، كنت بكلمها وانا مصدومة. الشغل عبارة عن شات، المفروض ان اضم فيه شباب كتير واخليهم يدخلوا يكلموا البنات. في البداية كنت مصدوم، بس البنت اقنعتني ان مجرد كلام وبس، وطبعا كل ما اضم حد واشغل الشات هاخد فلوس اكتر. وللأسف وافقت، والبنت ضمتني لمحادثات جماعية تبع الشغل، ولقيت فيه كتير بنات وشباب، وابتدوا يعلموني ازاي اضم الشباب وازاي اخليهم يدخلوا باستمرار، وكل ده طبعا ربح للموقع نفسه. وابتديت اندمج معاهم وعجبتني اللعبة. وفي يوم لفت نظري صورة واحد على الشات. ايه ده؟ معقول ده هو الشاب اللي في المطعم؟ فرحت قوي، خصوصا اني كان بقالي فترة ما شفتوش. دخلت كلمته وكلمني، تجاوب معايا جدا، وانا كمان حبيت اسلوبه. طلب صوري، في البداية رفضت، ولما رفضت منع يكلمني. حسيت انه هيبعد عني، وافقت وبعتله صورتي، واستغربت انه معرفنيش. وساعتها فهمت اني ما كنتش في دماغه اصلا. وابتدى الكلام بينا يتطور، اهملت شغلي، وايمن بقى يلاحظ اني متغيرة، وكذا مرة يسألني عن سبب تغييري. كنت برد عليه بعصبية ما كانتش بينا قبل كده، وكنت اقول له في ايه يا ايمن، هو انت مالك بقيت خنيق كده ليه، كل شوية اسئلة، مفيش حاجة يا عم قلت لك. رد عليا باستغراب وقال لي خنيق؟ انا بقيت بالنسبة لك خنيق يا منى؟ بصي، اللي بيحب حد بيحس بيه، وانا عشان بحبك حاسس بيكي، وفي نفس الوقت خايف عليكي. تليفوني بيرن، كنت بحاول اخبي عشان ايمن ما يشوفوش. قفلت الكلام وقلت له باستعجال، ايمن ما تزعلش مني، انا اسفة بس انا مضغوطة الفترة دي. ما اديتلوش فرصة يتكلم، وسبته ودخلت اوضتي عشان اكلم محمد. طلب منه ان يشوفني واننا نخرج مع بعض، ومن غير تردد وافقت. بس قلت لنفسي انا هلبس ايه وانا بقابله. فكرت ان اخد من فلوس ايمن واشتري هدوم جديدة وابقى احطهم له لما اقبض. وفعلا عملت كده، ولما اتقابلنا عجبته جدا، وبقى يقول اشعار عن جمالي وعن شياكتي، وكان جريء جدا في كلامه وحركاته، عكس ايمن اللي كان دايما بيتكسف من خياله، او بمعنى اصح كان بيراعي ربنا فيا. وابتدت خروجاتنا تكتر، وكل مره كنت بحتاج لهدوم جديده وهدايا تليق بيا وبالمرحله اللي انا فيها. وبقيت اخد من فلوس ايمن واخد اكتر واكتر، ومن غير ما احس سحبت اكتر من نص الفلوس. وكل ده وانا مش واخده بالي، الوقت بيعدي ومحمد ما فكرش يفتحني خالص في موضوع الجواز. كنت بحاول المح له، وكنت مستمره في اللعبه اللي دخلتها لحد ما اشوف محمد هيعمل معايا ايه. كنت مشدوده قوي، كل يوم ناس جديدة وناس غريبة. اسلوبي اختلف وطريقتي اختلفت، بقت جريئة وما عنديش حياء. وريهام صاحبتي ما كانتش بتشتغل في الشات، بس كانت بتخرج كل يوم مع حد جديد، وكلهم كانوا بيقولوا لها هنتجوزك. ومع الوقت
كانت بتكتشف انها لعبة، مجرد لعبة، وبيقضوا وقت فراغهم، والناس دي في منهم اللي بتجوز وجاي يفك مع اي واحدة وخلاص، ومنهم الشاذ اللي بيدور على اي حد ما يعرفوش عشان يحكي له ميوله، ومنهم بتاع البنات اللي بيتسلى ومهووس بجمال البدايات، والبنات اللي اهلها بعاد عنها. ياه، عالم غريب جدا وفي نفس الوقت يخوف جدا، عكس الاعلانات اللي كنا بنعملها عشان نروج الموضوع، وفي الاساس الموضوع كله غش وهروب، وستارة واقفين وراها، وكل واحد فينا بيتظاهر للتاني باحسن ما عنده. فضلت مستمرة لحد ما حصل اللي ما كنتش اتخيله ابدا. ريهام صاحبتي اختفت هي ونهى، ولما سألت عنهم عرفت ان ريهام راحت تقابل واحد كان وعدها بالجواز، وللأسف طلع تبع مافيا تجارة الأعضاء، وماتت ريهام بعد ما اغتصبوها وسرقوا أعضائها، وجالي البحث في القضية. نهى حكت لي وهي منهارة، ولما قالت كده كل التيم في الشغل عمل لها بلوك، وهددوها انها ما تجيبش سيرة، ما تجيبش سيرة اي حاجة باللي حصلت. جت حكت لي بهدف انها تبعدني عن العالم ده، وقالت لي ان مفيش امان لعالم السوشيال ميديا، ومن شدة خوفي بعت ورجعت شغلي، وحمدت ربنا ان مازال ساترني لحد دلوقتي. بس افتكرت الكارثة اللي انا عملتها، انا صرفت اغلب فلوس ايمن، قلت لنفسي هعمل ايه؟ فكرت كتير قوي، فكرت واخيرا حسمت امري، وقلت انا زي ما صرفت على خروجاتي مع محمد يبقى لازم محمد اللي يجيب الفلوس دي. قابلته تاني وتالت وطلبتها منه صراحة انه لازم يتجوزني، لقيته بيقول لي جوازي يا منى خلينا كده احسن، الجواز بيقلل الحب والحرية يا بيبي، مش لاقي اي حيلة خليه يديني الفلوس بيها. وابتديت الح عليه وقرب منه اكتر واكتر، لدرجة اني سلمت له نفسي. ايوة سلمت له نفسي، الشيطان كان متمكن مني، كان هدفي اني اقرب منه عشان اخد فلوس واحطها لايمن، بس ده ما حصلش، محمد كان بياخد ومش بيدي. ومع الوقت حصل اللي ما كانش على بالي ولا كنت اتخيله، محمد كان ابتدى يبعد عني، تفكيري كان مشتت ومش عارفة اعمل ايه، شرفي راح وفلوس ايمن راحت، فضلت رايحة جاية، ومرة واحدة وقعت من طولي، بابا اتخض جدا وفورا كلم ايمن، وزي ما قلتلكم اللي حصل وكلام الدكتور اللي كسر بابا، استجمع بابا قوته وجابني من شعري وقال لي مين اللي عمل فيكي كده انطقي. في البداية كنت رافضة اتكلم، وبعد كده اتكلمت وقلت كل حاجة على محمد، بابا قال لي كلميه وفعلا كلمته، وكانوا كلهم جنبي، وفتحت المايك وحكيت له كل حاجة، لقيته بيقول لي شوف انت حامل من مين، وقفل السكة في وشي. ايمن قلع دبلته ورماها في وشي وقال لي انا عايز فلوس يا بنت عمي، اللي بينا انتهى. قلت له انا كل رعب وخوف، حاضر هجيبهم لك. بابا كلم محمد كتير بس ما كانش بيرد، وقال له شوف مين اللي عمل في بنتك كده، وانا كمان رحت له كتير وترجيته، وهو برضه كان رافضني. اخر حاجة بابا عملها انه عرف يوصل لوالد محمد وكلمه بكل صراحة، ومن حسن حظي انه طلع راجل محترم وغصب على ابنه يتجوزني حتى لو ليوم واحد، واتكتب كتابنا، وايمن جيهم كتب الكتاب، كان بيبصلي وهو ندمان على كل لحظة وثق فيها فيا، كل ما كنت بشوفه
كنت بشوف قد ايه بيمسح دموعه، قلبي كان وجعني عليه قوي. ايمن ما يستاهلش اللي عملته فيه. وبعد كتب الكتاب قال لي بحزن وكسرة: مبروك يا منى، انا استنيتك تبعتيلي فلوسي ما بعتليش حاجة، جيت النهاردة وما كنتش اعرف انه معاد كتب كتابك. عموما انا ما بقاش يفرق معايا، انا كنت بحب منى الغالية مش الرخيصة، ولو سمحت انا عايز فلوسي. قلت له انا صرفتهم اصل خلاص تعبت من الكذب، وقلت له يعتبرهم دين هسدده بعد الجواز. رد عليا بحزن وكسرة وقال لي: انت ضيعتيني بكل المقاييس، ربنا يوجع قلبك، ضيعتي شقايا. بس انا مش مستغرب واحدة زيك ضيعت شرفها بكل سهولة، فوضت امري فيك لله. قلت له هدهم لك يا ايمن، دول دين في رقبتي. بصلي وقال لي: حسبي الله ونعم الوكيل، وسابني ومشي. كنت متوقع انه يفضحني قصاد الكل، بس ما عملش كده. بجد انا عمري ما شفت حد زي ايمن في حياتي. وبعد يوم واحد من جوازي من محمد رحت شقتنا وقلت: يا رب سامحني على اللي فات وهبدأ مع محمد بداية جديدة. لكن بعد ساعة واحدة حصل اللي عمري ما كنت اتخيله، لقيت محمد داخل الأوضة عليا ومعه واحدة، معه واحدة في ايده. صرخت فيه وقلت له: مين دي وايه اللي جابها هنا؟ قال لي: دي اللي هقضي معاها الليلة. حاولت اطردها، ضربني وطردني برا الأوضة. جوزي يوم فرحي كان مع واحدة تانية، يوم فرحي كسرني وزلني. كنت سمع ضحكهم وهزره، وبقت هي دي حياتي مع محمد، ذل وكسرة. اتجوز علي أكتر من مرة وكان لازم أسكت لأن ده كان اختياري، وهو من البداية قال لي: احمدي ربنا إني اتجوزتك وخليت في ايدك أسيمة تقول انك محترمة، مع انك من جواكي عارفة انك عكس كده تماما. وبعد شهر من جوازنا طلقني محمد وقال لي: احمدي ربنا على الشهر اللي عيشتك فيه معايا، وان خليتك في وسط الناس واحدة محترمة، وانت عارفة اصلك ايه. اما ايمن اللي ما كنتش مؤمنة بطموحه، بقى رجل أعمال ناجح وربنا عوضه بزوجة صالحة، حبه ليها باين في عينيه، وعيلتنا كلها كانت بتحكي عن حبهم مع بعض. أنا مش زعلانة، كل اللي أنا فيه أنا استحقه، لأن مرضتش بنصيبي واسمتي، وبصيت لحياة مش حياتي وعيشة مش عيشتي. عدم خوفي من ربنا لما سلمت دماغي لناس ما يعرفوش ربنا علموني ازاي اعلق شباب، ودخلوني في عالم مجهول، عالم كله خسارة. والحمد لله ان ما حصل لي زي صاحبتي، ولما اكلت شقة وتعب ابن عمي وبكل بساطة سلمت شرفي مقابل ان يبقى معايا فلوس، ونسيت الحديث اللي بيقول: البر لا يبلى والاثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت فكما تدين تدان. انا بحكي قصتي عشان مفيش بنت تتخدع ويحصل لها اللي حصل لي. وسؤال ليكو: هو ممكن الفقر يوصل البنت انها تبيع شرفها، ولا ده بيحصل بس لاصحاب النفوس الضعيفه؟